حرف الميم. تعالوا بينا نرحب بحرف الميم. ميم. مين يقدر يجيب لي كلمة فيها حرف الميم؟ ما، ما، مسجد، 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 ما، مسجد. طب مين يقدر يجيب لي كلمة تانية فيها حرف الميم؟ مي، معزة، معزة. طيب كلمة تانية فيها حرف الميم. موز، مو، موز. تعالوا نتعرف على صوتيات أو صوت الحرف ميم. ما، مي، مو. ما، مي، مو. ما، مي، مو. بعد ما تعرفنا على الصوتيات يا أصدقائي، يلا بينا نكتب الحرف ميم. هناخد الماء اللي في مسجد. ما، ما. هعمل عين صغنونة كده أو دايرة صغنونة، وبعد كده أشبك فيها شرطة كده وأحط فوقها فتحة. ما، تاني، تاني. أعمل دايرة صغنونة وبعد كده أخد خط على السطر كده وبعد كده أسحب فتحة. ما، هناخد مي اللي في معزة. ما، أيوة، ميم، مي. هناخد نعمل دايرة صغنونة كده، دايرة، وبعد كده هنسحب على السطر كده ونعمل كسرة. مي. عايز حد يقلد صوت المعزة؟ شطار. مو، هناخد المو اللي في موزة. يلا يا شطار بقى، انا مش هقول انا هعمل ايه تاني، يلا انتوا عرفتوا بقى. ايوه، انا سامع حد بيقول لي هنعمل دايرة صغنونة كده. ايوه، برافو. وبعد كده هنسحب خط كده وبعد كده نعمل الضمة وتبقى مو. نقول كمان، هاخد دايرة صغنونة كده كده وبعد كده هسحب على السطر وبعد كده أعمل الضمة.